عمر المطبيه ديالك اللي دايرين لاباس كدير مع الصحيحه لاباس عليكم نهار جديد وفيديو جديد ايوا تبعونا الله يتبعكم الخير. انت ما اخوتي الوالده كتعجن في السداري قالت لك ما نعجنش في الطبله، الطبله عاليه عليا امي كتعجبها خبزها، الناس اللي غايقول لك عجني عليها انت امي ما كتعطي حتى واحد يعجن. امي شنو واقع؟ قالت لك بغات تخرج، قالت لك امي غتحرم علينا السفر. حيد امي درت ما دايرهش درتك حيدي الصنداله خوت ضو ما دايرهش حتى الخلاط ما عندها الصنداله مشي شري الصنداله وانا تندير هذه. اه خدام مسافرين وانت باغا تخرجي اليوم انت مسافرين حتى 12 الليل وما مقطعينش حتى الوراق اللي جالسين كيهضروا. اه مسافرين في الثمان نتوما ما مسافرينش انا بنت ولدي. انت غادي في شي كار وتسوقك فيه؟ خو سوقك انت غادا في شي كار؟ اه كنا غادا مع سيدي عاتق وخلات اساميه. دابا ما باغاش انت تخرج تصوني على با عاد خرجي. قالت لك والله تتحرم علينا السفر راه في طريقك انت كانت ايمان خارجه مع عفلتي في راسك. اه وبغات تلقاني طريق ما تلقاني طريق انا راه فاهمه امي وعارفه شنو كدير. امي مسكينه ايمان كي نعيشه قالت لهم والله الله لا مشيت لشي شمال ايمان ماغاتجي قالت لها انا امي انا قالت غنتصور درت الماكياج غنتصور قالت لها ما مشيوش وما لقاش تحرمي علينا حنا عساك العقل مخربق والله يا امك تاكلي الهرمه انا نعطي امك بهذا الغلاي صافي امي جعرات صراحه والله عمي عارف ما عرفت شكون اللي مجعره شراق ما كاين كاين بندير لا تباني فوق على تبانيتي كاع ما كتباني اصلا سير كاع ما كتبانيش ما كتبانيش شكون هاد الساعه اللي ما كيبانش انا ولا انت يلا امي سالات يلا خلا خلا امي تمشي تشري صنداله وتجي شي 50 درهم الله يسهل اين صنداله باغا تشري انت؟ تقولها لي شي صنداله لا لقيت بحال وحدين ديال الكوتشي عاد خرجوا فيهم غادي غادي للمدينه ولا فين غادي غادي راه اما راه حاجه وتتاخذ الذنوب عليا ما تتقد ظلم فيا حق الله وانا اقسم بالله العلي العظيم واللي فوق مني سيمانه وانا كنعلمها واليوم الصباح علمتها امي ديري درتك ديري درتك حتى بقيت كنعلمها ودي وديما حتى اخر لحظه والله يعطيني تشتيته حتى نعلمها قلت لها شوفي انا راه لا ربع خارجه انا لا خليها امي تمشي تشري صنداله وجايه ايمان يا ايمان دارت مسكينه الماكياج ما غاتمشيش ايمان علاش ما تمشيش كتقول لها خصها تهرب علينا الشمال لا لا خصها سي كواسا تستروان انا ما غنمشيش حنا غاديين امي خليها خليها امي تشري صنداله وتجي خليها تشري صنداله ما تمشيش والله يا خوتي الى هادشي اللي كنصور لكم الى الحقيقه في الدقيقه والله ما كاين لا كذوب لا هو حلفت والله ما عرف شنو يجي صراحه حلفت حتى تما انا مشيت راه عرفتوني آه ملي غتشدني العكس والله ما عرف شنو يجي علاش ما بغيتش تمشي وتبوسي لي تكتفوا لي عند الرجلين يا والله لا تحركت علاش ما اختي انا ساكته الله يعاونكم ايمان شي بالك اقسم بالله هادشي راه حقيقي والله تا عايشين معنا الواقع اجا وحده ايمان لا حيت تقيت بيع عيا العيا عس الله يرزيني والله يرزيني تا سيمانه وانا كنعلمها تكذبي عليا فوجي قولي ما قلتهاش لي لا كنخرج انا صحاب ديال التقدم وهي ما عرف فين غاديه للمدينه ولا فين غاديه هادي طوال رجليها المهم شنو قلتي لها قبيله فين غاتمشي معاها البارح غادي تنقلبوا على المدرسه كي الهرقاء وما عارفين لا من ندخلوا لا من نخرجوا لا لا الطاكسي هي ما عارفاش وانا كتسولني وانا كثار من مول الطاكسي دانا شوفي شوفي بنادم كيكون ما عارفش كيتطور كنا ما عارفين شي حوايج دابا مع اليوتيوب الحمد لله مع الناس نطوطحوا نطوطحوا باش نعرفوا نعرفوا البلايص حنا ما كنطوطحوش حنا بنات الدار صافي واش انا غنطوطح نشري سبرديله؟ ما كاينش سبرديله صنداله انا وياك رجلي برجلك صنداله لا لا شتي سكتي ما تدوزيش هاد الشيء في الفيديو بعدي مني هادي راه حامقه هادي ايوا اختي شفناك غدا خارجه لا علاش تقول لي انا داك الشيء ما هضري معاه ما تنضحكش معاكم دابا دابا ما بقيتش كنضحك والله انا عارف ما نخرجش وما نمشيش الشمال غتخرجي تتعيطي عليه عيط على انا عيط عليه دابا عيط عليه امي ما تدخليش انتيا ما غندخلش ما تهضريش خوشي الحقيقه في الواقع الحقيقه في الدقيقه هو براسه غيحرمها خلا تشري امي صنداله وتجي وصافي صنداله هي التقدم هادشي التقدم ما عرفتش فين غادا وعساك الله يهزيني انت قلتها لها هذه السيمانه عسفاك مزدره ما تصورينيش انا دابا كتبدا تطلع عليا الدم ما عطي لما شي هلكه طلع عليك يا ويلي البنات يكبروا كيقول لك خصهم هما يحكموا
راه ما كانش لي تحكم فيه. ما خلقات. انا جالسه بدا الشمال. اه ودني منك. خلا انا بصح كتسني 3000 ريال خلاها تشري صندوق. مشيت تقدام. 50 درهم. مشيت تقدام. ومن جبت 50 درهم؟ جيت تقدم ايمن قالت لها جلسي جلسات اش داعي للمدينه تضيع عليك الفلوس ومنين نمشي للشمال هي كتحيط عليك تدوخني ايوه كون شي شري صندل وخرج وانا دابا بابا سيمان هو اللي كنعلمها وحتى لاخر لحظه كتقول لي سيري قولي على باك ياك كتعيط عليا كنجاوبك وباك كتخليني والمشكله كتخليني حتى كنلبس وكندير كلشي كتقول لي دايا التليفون وغاديه ما بغاتش المدينة تخلينا نخرجوا ما كتخرج غاديه للمدينة قالت لك التليفون جاية وغاديه مرحبا كتصوني دابا قالت دابا انا التليفون لما عندي لا تليفون صغير لا والو انا كيفاش تعيط عليا نجاوبك انا راه كاع ما نخرجوا غادي نسافر خليها تشري صنداله با وتجي خليها تشري صنداله ايمان هي حرمت على ايمان قالت كنجلس بعدين تاع المشاكل بعدين على مشاكل هيا ديري دي الصوت ديري الصوت باغا تصوني عليا والله تنجاوبك غير صوني عليا غنرجع ساعات المكانه زيدي الصوت زيدي الصوت هذا غندير معايا هذا ما لقيت حتى تليفون صغير خلي بلا ما تدي حتى انا بلا ما نديش شويه وغنرجع لراسي صافي يلا شوفي ايمان ايمان الله يعاونك باش تخرج ندير انا عيان باينه فيك با عيان من صوته عيان المشاكل ما نعش البارح ما نعش اخوتي ما عندنا المشاكل بابا ما تهز الهم حنا عمري ايام باغا تعرف شنو صراحة وحق الله العلي العظيم تبقى فيا والله ضيفه جاني عرفت راه قالت لك عزيزه اش كتشي تريني ليه وتجي تريني هنايا شنو هاد الشيء؟ قال لها با سيري دغيا اجي مالك قايس قايس والله اخوتي اقسم بالله العلي العظيم الا هاد الشيء اللي صورت لكم دابا الى الحقيقه ديالنا قولي امي راه ما كان واش هادي كذبه امي ولا الحقيقه اللي كنصور؟ الحقيقه مي طالع الدبيض تهضر مع با؟ اه مسكين مريض الو مريض تبتينا الو ايمن مسكينه الحويدقه ديالنا عمارت الدار عمارة الدار قاعده كطي تقلي لنا الفريت ياك ايمن نقليها راسي ايوا اختي الفريت كاع قطعتيه منا البطاطا كاع كليتيها وقام مع شي ولاد غنطير لهم الكرعين ديالهم اقسم بالله انا داك الشيء غادي لي في الدم صراحه ماشي زعما كنقول لكم بحال هكا ولا امي عندها شو عندها احكام ديمقراطي ديمقراطي راه كنت كنقولها شحال هذه كانت كتقولها ملي كنخاطبني يونس والله ما نخرج معاه الا ما سنات ليا وخاطبني وقرابي نديرو الكاغط وشرينا الخاتم وشحال من حاجه والله ما تعتبي على الباب ما بقاش الثقه اخوتي ما كايناش الثقه كاينش الثقه امي كتسني 3000 ريال عطيتها ليها تشري صنداله دبر راسها قالت لك ما عندهاش باش تمشي تلبسها مع الكسوه هو بصح ما عندهاش امي صنداله ما نكذبوش على بعضياتنا صنداله مع صنداله الصباح والله الصنداله ديال الميكا ولا شنو ما عندها الصنداله جبت شريته من 4000 كل وحده ما ابر هادوك ابر هادوك قال لكم ماشي ديال الصيف ديال الشتاء يلا ايمن كتقلي لنا الفريت باش نتغداو دابا الخمسه ديال الله نتغداو نوض انا اخوتي نجمع شويه الدار نتفتف عليها غادي نمشي نقدر نصيب ضفاري عند واحد السيده هنايا كتصيبهم ب 30 درهم بلا ما غادي على البحر وغادي تصيبوا الضفار غير طايره ان صبغهم غادي نتبحر ولا غادي نتفار وانا اللي قلت غير زعما غندوز نمشي نصايب شعري قالت لي انا سير لا ما نصايبش شعري انا صافي انا بخبخ بابه بالزيت انا غندوش واحد انا خوتي غنبخبخ بابه بالزيت وغادي مخليه اه غنديرو الزيت ونمشي نسافر يلا خوتي بالسلام عليكم تلقاو فيديو جديد ونهار جديد مع سلامه وسمحوا لينا دير مواد الدبانة هادي يا شو امي مسكينة كتعجل لبا قبل ما تمشي هانتوما الناس اللي قالك امي عزيزة تشارك معنا الخبز ان شاء الله غتشاركوا معاكم انا وضنا وايمان نجمعوا الدار شد كراس ديالها صراحة الخبز ديال امي كيجي زوين قبل
كتقرص بالسميده امي البنات.